لما بيحصل حته اتحرقت دي حراره كبيره قوي جت على الايد، حراره دخلت موتت خلايا، وفي خلايا تانية بتموت، في خلايا تانية لسه ما ماتتش، فاحنا عايزين نطلع الحراره دي من الجسم تاني. فبنقول دايما الناس تعرض الحته اللي اتحرقت لميه، ميه بارده، ميه من الحنفيه حتى. الميه دي طول الوقت بتقعد فتره طويله تشيل الحراره وتنقذ الخلايا اللي لسه ناويه تموت وان شاء الله ما تموتش. بعد كده مش مطلوب منك غير انك انت تغطي الحته المحروقه دي بحاجه معقمه. الجلد احد وظائفه انه يمنع دخول الميكروب داخل الجسم. الجلد دعم الجلد، جلد يعني هات شنطه جلد او كيس جلد او جراب جلد، مش هيدخل الحاجه من جوه، لكن لما الجلد يتقطع في حته يتحرق حته من الجلد يبقى الميكروب يقدر يخش، يبقى يحصل التهاب. يبقى انا كل دوري ان انا احط على الحته المحروقه دي حاجه ما تمنع حدوث التهاب، تمنع دخول البكتيريا الميكروبات. هتقول لي اجيب منين حاجه معقمه؟ لو ما عندكش وده من ضمن الخطه اللي تكون حاططها ان يكون في غيارات قطن او شاش معقم محطوطه في كيس مقفوله ومحطوطه في حته احنا عارفينها نحطها، ويكون كمان نحط كريم من الكريمات المعروفه انها مخصوصه لعلاج الحروق وياما اكترها، مش مفروض ان انا اقول اسامي تجاريه، وهنحط ونربط ونسيب الحته دي ونروح للدكتور اللي يعالجنا، الدكتور اللي هو متخصص في علاج الحروق تجميل وحروق.